بالنسبه للهيموستيزس ده موضوع مهم جدا، نظري ام سي كيو شفوي كل حاجه. عمر ما هيجي السؤال في الامتحان جيف اكاونت اون هيموستيزس. الاسئله دي كانت بتيجي زمان في التسعينات وكان السؤال بيبقى عليه درجات كتير. دلوقتي بيبقى الدكتوره فاكر بتختار جزئيه معينه من الموضوع. هيموستيزس لو نعمل زوم ونبص عليها هنلاقي لازم يحصل ثلاث حاجات. لو اتقطع البلد فاسل انا عايز اعمل ستوبج اوف بليدنج، عايز ارجع الفاسل لطبيعته. اول حاجه لوكال فازو كونستريكشن، يتعود دايما في اجابته في عنوان رئيسي وتحتيه عناوين فرعيه لوكال فازو كونستريكشن، طلعت منها ثلاث اسهم. لازم يحصل بنيرفس ريفلكسز. انت وانت بتنزف السمباثيك شغال، دي حاله ستريس سمباثيك. طب هو نيرف يبقى ده نيرفس. رقم اثنين بدور عليها في اجابتك على السؤال مايوجينيك سبازم. يعني ايه؟ المعروف ان اي بلاد فيسل اللايننج او البطانه بتاعتها فيها سموث ماسلز، لازم التو سموث ماسلز على جانبي الفيسل يقربوا من بعض عشان يقللوا البليدنج، يعملوا فازو كونستريكشن. يبقى دي رقم اثنين. رقم ثلاثه في ثلاث مواد بتتفلس، ماده اسمها سيريتونين وادرينالين وثرومبوكسان A2، الثلاثه دول بيعملوا فازو كونستريكشن. يبقى انت قلت عنوان رئيسي وتحتيه عناوين فرعيه. العنوان الثاني دكتوره فاتن هتجيب الجزئيه دي لوحدها، اشرح دور البليتلتس في الهيموستيزس. والسؤال ده على فكره فيه تكه مهمه قوي هقولها النهارده. لو بصينا دلوقتي عملنا زوم على البول، انا رسم بلاد فيسل عادي وجيت عند المول عملت فتحه معناه ان حصل سمول كات. لو اتقطع المول قطعه صغيره بيبان تحته الكولاجين، فكتبتها لكم بالاسف سمول كات اكسبوز الكولاجين. الكولاجين في المراجع الكبيره بيقولوا عليه اسمنت. عارف لو اي عماره بتبقى قايله بالسقوط دايما بيبان الجزء الداخلي من الحيطه اتعملت من ايه؟ لو شفت الاسمنت ده معنى كده ان في شرخ في المول. الاسمنت بتاعنا او السيمنت سبستنس هو الكولاجين. انت عايز تلزق الكولاجين في المول، ايه اللي حصل؟ تابعوا معايا بقى الرسم. الخطوه الاولى هنا البليتس، هتيجي البليتس عايزه تلزق في الكولاجين، يبقى النمبر 1 في اجابتك هتقول اكسبوز كولاجين. نمبر 2 بليتلي ادهيجن للكولاجين عن طريق اي دي بي، بتفرز الاي دي بي. الخطوه الثالثه في الاجابه انا بعد نقط الاجابه عشان اللي هيتفرج معانا على الفيديو وعايز يراجع بسرعه ما يتوهش. لازم البليتلس تعمل اجريجيشن، الواحده بليتلس الواحده ما تكفيش، لازم يتجمعوا. بيتجمعوا عن طريق الماده ثرومبوكسان A2. اوعى تقول لي اجريجيشن وخلاص هتنقص، ما قالش اسم الماده الثانيه. الخطوه الرابعه بعد ما اعملوا اجريجيشن انا عايز الزق البليت في الكولاجين في الفاسل وول، ارجع الامور لطبيعتها، يبقى محتاج فان فيليبراند فاكتور. فاكرينه؟ كاتبه هنا في دبليو اف اكت از ا بريتش، هو الكوبري اللي بيوصل البليتلت بالكولاجين بالوول. لما تقول لي في دبليو اف لازم تقول انها سكريتد منين؟ اندوثيريال سيلز. وبالمناسبه بتجيبها في الام سي كيو تلخبطك، تقول لك all of the following about function platelets are true except، وتحط لك من ضمن الاختيارات ان الفي دبليو اف سكريتد فروم البليتلتس، تقول لها لا اندوثيريال سيلز. تمام. وفي النهايه اعمل بليتلت بلاج. دايما الطلبه تنسى كلمه بلاج، هو ده العنوان اللي احنا بنصلي عليه. يعني بلاج؟ فيلا
صغيره زي بالظبط الازايز اللي بيكون عند جدك القديمه، تلاقي الازازه ضيقه ونازله على واسع. الازازه كانت بتتقفل بالستوبر او فله. انت حضرتك بليس هتقفل القط ده. بعد ما تقول بلوك طلعت سهمين سترينث باي اكتين اند مايوسين، هو اللي اول بلوك. يعني ايه اولها؟ خلى البلوك هنا مكان سواي تبقى كونتراكتد، تسد القطع تلمه اكتر واكتر. ومين اللي يقدر يعمل كونتراكشن غير اكتين اند مايوسين؟ طب البلوك دي ليميتد باي بروستا سايكل. يا جماعه البروستا سايكل ده بيطلع نورمال مننا كلنا تو ديكريز بليتلت اجريجيشن، هو عكس الثرومبوكسان A2. الجزئيه دي بتيجي دايما في الام سي كيو. بروستا سايكل دوره ايه؟ او ممكن دكتوره فاكر تجيبه في النظري وتحط عليه درجه او درجتين، تقول لك هاو بليتلت بلاد از ليميتد. يعني ايه كلمه ليميتد؟ يعني البلاك او اللي سدت القطع ده ما تنتشرش في كل المكان، يبقى لازم اوقفها ببروستا سايكل. كده انا قلت دور البليتلتس، بس خلي بالك كان السؤال اشرح دور البليتلتس في الهيموستيس. انت كده قلت دور البليتلتس بس في السمول بليدنج، لكن كده هتنقص نص الدرجه. طب ليه يا دكتور؟ هل انت قلت لي علاقه البليتلتس بالكلوتنج؟ لازم تقول لي البليتلتس بشكل غير مباشر بتساعد على الكلوتنج، انها بتفرز ماده اسمها بليتلت فاكتور 3، ودي هنيجي ولا في الصفحه دي هتطلع البليتلت فاكتور 3 اللي هو اكتيفيت فاكتور 10. فاكرين فاكتور 10 كان بيحول اهو 10 هنا بروثرومبين الى ثرومبين، والثرومبين يحول فايبرينوجين الى فايبر، والفايبرين كان بيتثبت بفاكتور رقم 13 اللي هو فايبرين ستابيلايزنج فاكتور. طيب نيجي بقى لاخر جزئيه في الهيموستيسيس كلوتنج. كتبتها لكم بالخط الواضح قوي لارج كات ان ذا بلاد فيسل. لازم في البدايه تقولي لارج كات وتقولي يعني ايه كلوتنج، تحويل الفايبرينوجين الى فايبر، وبيحصل بتو باسواي اكسترنسك وانترنسك. اكسترنسك يعني ايه؟ مش معناها بره الجسم، معناها في التيشو. لو اتقطع التيشو سراوندنج ذا فيسل. اما الانترنسك حاجه داخليه، يعني اتقطع البلاد فيسل شخصيا. فهاجي كده واقول لكم حاجه في الكلوتنج باس واي. دايما طالما في الكلوتنج باس واي وبتبقى مكتوبه بالرومان لتر بيبقى عندهم مشكله. دكتور احنا دايما بننسى الكلوتنج باس واي، مش قادرين نفتكرها. اقول لكم على طريقه سهله هتعملها عشان تفتكر. بص لو انا بدات بالاكس ترانسيت باسوي فاكتور 3 زائد 7 تساوي كام؟ 10. كل الناس اللي هيتفرجوا على الفيديو ده هيبقوا مستغربين جدا، دكتور انت كاتبها ليه بالارقام العاديه؟ انت هتكتبها في الامتحان بالرومان ليتر. انا عارف قصدك، بس انا عايزك تحفظ 3 زائد 7 بتساوي 10، 3 زائد 7 اكتيفيت 10. اتعود ان 10 هو اهم كلوتنج فاكتور، زي في اي فريق كوره الحريف دايما رقم 10. طيب يبقى كده هنا اكتيفيت 10. عندي سكه ثانيه هي سكه الانترنسك. سكه الانترنسك تبتدي فاكتور كام؟ 12، واتفقنا هتكتبها ايوه بالرومان ليتر. هنا بقى عشان اقول لكم طريقه عمرك ما هتنساها، ده هنا 3 زائد 7 يساوي 10. طيب الانترنسك ليه شفره؟ الانترنسك بدايته 12 وتفضل تنزل. 12 تحتيها مين؟ 11. هنزل ديسندنج بالتوالي كده
11 تحتيه 10، لا 11 ما تقولش 10، قول 9 ليه؟ لان كلنا في النهايه اكتيفيت 10. يعني انت في الامتحان حط 10 دي في النص اللي هو الاكس وكله نازل عليه، ودي طريقه اللي ما تنساهاش. ايه الفاكتورز اللي انت ما قلتهمش؟ هتقولي فين 13؟ 13 ده اخر كلوتنج فاكتور، وهو اللي بيثبت شبكه الفايبرين في الكات اوف ذا بلاد فيسل. يبقى انا هاني دي الحكايه، هاني دي الكلوتنج. طيب يبقى فاكتور 10، هتقولي ده بيحول البرو ثرومبين الى ثرومبين. برو ثرومبين لو ترجع في الكتاب كان كلوتنج فاكتور رقم كام؟ فكروا، 1 ولا 2؟ كان رقم 2، وفايبرينوجين كان رقم 1. فدايما يبقى دي 1 و2 قلتهم، عايزكم تسمعوا معايا، 1 و2 قلتهم، و3 قلتهم، هنمشي بالترتيب. طب فين 4؟ 4 هو مين؟ كالسيوم، هو كلوتنج فاكتور رقم 4. فين رقم 5؟ برضه 5 اكتيفيت 10. طب في 6؟ لا، كلوتنج فاكتور 6 اساسا مش موجود، كانوا فاكرين ان هم اكتشفوه بس لقوا مكانه فاضي، لا محاوله فاشله. ناقص 7 قلتها، فين 8؟ اللي هو الانتي هيموفيليك اكتيفيت برضه 10. 9 قلتها، 11 قلتها، 12 قلتها. انا كده كاتب لك الكلوتنج فاكتورز بالترتيب الممل من 1 الى 13. دي الطريقه المناسبه للمذاكره. نرجع تاني ونعمل زوم واوضح لكم حاجه. عملت مربع على فاكتور 10، السهم ده اكس ده اكتيفيت، الاكتيفيت 10 هو مين؟ فوسفوليبيدز، وفاكتور 5 وفاكتور 8. عرفنا الحاجات اللي هتتحط على السهم من الاخر، البواقي. يعني انت قلت فايبرينوجين وبروسترومبين 1 و2، 3 قلتها، وقلت 7، وقلت 9، وقلت 10، و11، و12، و13 ينهي الكلوتين. اي بواقي عندك حطها تبع الكومن باس واي. في نقطة بتنسوها دايما في الباس واي ده، ان البروسترومبين يتحول الى ثرومبين، والثرومبين بالبوزيتيف فيدباك اكتيفيتس البروسترومبين. دايما بيبقى في دايره مغلقه لغايه ما نكون ثرومبين كفايه. بصوا بقى هنا، ثرومبين حول فايبرينوجين لفايبر. طب انا قلتها، ايه النقطه اللي دايما الطلبه تنساها؟ ان الفايبرين يبدا الاول بخيط ضعيف اسمه فايبرين مونومر، والخيط ده بالكالسيوم يبقى ثريدز، خيوط اقوى، والثريدز بالثرومبين وفاكتور 13 تعمل ما بينها وبين بعض شبكه متكامله اسمها كروس لينك فايبر. يعني دايما الطلبه اخر حاجه يفكروا فيها ايه؟ خلاص فايبرينوجين يتحول لفايبر ويسكت، هينقص بينقص مش غلاسه مننا بصرف النظر ان في ناس غلسه، ولكن بينقص لانه علميا في طالب تاني على فكره اجابته احسن منك. انتوا لازم كلكم تبقوا ممتازين. فاجابتك كده، بدا مونومر تحول الى ثريدز بالكالسيوم، ثريدز بقت شبكه اقوى. انا لو بصلح السؤال ومكتوب بالطريقه دي، وده نفس اللي مكتوب في كتاب الاسم، انت بتحرجني كانك الورقه بتقول لي اديني الفول مارك بقى، انت مستني ايه؟ يعني فعلا اجابه متكامله. طيب نيجي للملحوظات الهامه. قبل الملحوظات الهامه هنا، انا عايز اقول لكم حاجه، دور البليتس. هنا انا جمعت لكم دور البليتس في موضوع الكلوتنج، هنعمل عليه زوم. اول حاجه البليتس بتعملها ايه؟ بوند ذا فايبرين ستريس، بتخلي الفايبرين ستريس تبقى متكامله، بتخليها رابطه واحده. رقم 2 ان هي ريليز فاكتور 13.
بشكل اساسي والقطع السمول. طب والقطع اللارج؟ انا مشاركه معاك في الفايبرنس ريت وفاكتور 13، وكمان بتعمل حاجه ثالثه، اكتيفيت ذا كونتراكتايل بروتينز. ده يا جماعه الثلاث نقط دول لازم يتحطوا في الاجابه لو السؤال جه فانكشن اوف ليتس ان هيموستيز. عمر ما دكتوره فاهم في السؤال تقول لك اشرح لي بليت بلاك، لا هي عايزه تميز طالب عن التاني، واحد كل الدفعه هتكتب بلاك ونسبه قليله هتكتب علاقتها بالكلوتي، فدي مهمه. الملحوظه الثانيه كلوت ريتراكشن، يعني بعد ما تشرح الكلوتنج باس واي بصفه عامه اديني تحت في الورقه ام دي، عرفني امتى الكلوت حجمها يكش. بيكش ازاي؟ كلوت كونتراكت، بتعمل كونتراكت وبول ذا ادجز اوف ذا فيسل وول. الملحوظه الثالثه بقى الفيتامين كي، لازم في الفيتامين كي تجاوبني على النقط دي، سورسز اوف فيتامين كي. طبعا عايز اطمن اي حد بيتفرج علينا لانه هيقولوا ايه دكتور كده الاجابه على السؤال كبيره قوي، انا مش عايز اتجاوب كل ده، انا عايز الكلوتنج باس واي يتحط لغايه ايديا، هو الجزء ده لغايه ما عملنا الكروس لينك فايل. ساعات دكتوره فاتن تجيب لك اسئله قصيره، انا بقول تشكيلات مختلفه بالاسئله، تقول لك جيب الكالكم فيتامين كي ان كلوتنج. دايما لو سالت اي طالب بيقول لك في الاجابه ايه؟ فيتامين كي اكتيفيتس، فاكتور 2 و7 و9 و10 يقول لك كده، تقول له طب جاوبت حاجه ثانيه؟ دكتور انا قلت كده والاجابه بتاعتي تمام. دايما الحركه دي اللي بتتعمل بعد الامتحان تعرف ان في حاجه غلط. ايه اللي نسيه؟ نسي يقول سورسز اوف فيتامين كي. عمر السؤال يقول لك اشرح لي السورسز والفانكشن ولما ايه؟ يجيب لك الموضوع بصفه عامه واشوفك هتنسى ايه؟ سورسز عليها ضرر انتستاينال فلود، الاكشنز دي اللي انت قلتها عليها ضرر، الاستراكشر اوف فيتامين كي انه فات سوليبل فيتامين نيدز بايل، ما هو فات سوليبل محتاج بايل عشان يبقى ابسورب عليها ضرر. ولما يقل امتى يقل الفيتامين كي؟ لو قل في الدايت. على فكره في اكل احنا بناخده فيه فيتامين كي يقل في الدايت او يقل مع البايل او يقل ابسوربشن، حاجه تخليك يا فيتامين كي ما تتصنعش. يبقى كده بص درجه على كل حاجه، تلاقي السؤال محطوط جنبه 4 ماركس، فالطلبه تبقى كلها خارجه كلوتين فاكتورز اكتيفيتد وقايلاها كده ايه؟ قال ضرر. نسي عد معايا بقى اللي نسيه، نسي سورسز، نسي امتى يقل، ونسي كمان انه فات سوليبل فايتامين، والسؤال 4 درجات ياخد كام؟ درجه من 4. انا مش قصدي اقلق اي حد، انا عايز اقول لكم احنا بنصلح ازاي عشان تبقى عارف الناس بتغلط ازاي. اخر نقطه مهمه في الورق هننهي بيها الفيديو ده، الكالسيوم هام لكل خطوات الكلوتي ما عدا اول خطوتين في الانترانسيك باسوي. في نقطه عايز اركز عليها، فاكتور 12 اللي بدات بيه الانترانسيك باسوي كان اكتيفيتد بطريقتين، يا اما بالنيجاتيف تشارجز اللي موجوده على الازاز لما كنتوا بتملوا الكابيلاري تيوب في الكلوتينج تايم، او اكتيفيتد باي تومر.